أهلا بكم، وهذه المتابعة لأهم الأحداث في مصر وفي العالم من استوديو الآن. افتتح شيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب الآن أعمال الندوة الدولية التي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين. هذه الندوة تأتي بعنوان الإسلام والغرب تنوع وتكامل، وذلك بمشاركة عدد من المفكرين والشخصيات العامة من أوروبا وآسيا. للمزيد عن فعاليات هذه الندوة وأيضا ما سينتج عنها ينضم معنا الآن أحمد رجب مراسل إكسترا نيوز. أحمد، ما هي آخر الأخبار الخاصة بهذه الندوة وأيضا فعاليات الإسلام والغرب تنوع وتكامل كندوة عالمية ينظمها الأزهر الشريف بحضور عدد من الشخصيات والقيادات الدينية والسياسية والفكرية ورؤساء جمهوريات وحكومات سابقين من مختلف دول العالم؟ نعم، تحياتي لك ريهام وتحياتي للساده المشاهدين. كما ذكرت، هذه الندوه التي افتتحها اليوم فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر، حيث افتتح هذه الندوه والتي تضم وتتضمن 8 جلسات على مدى 3 ايام، تبدا اليوم وغدا وبعد غد 8 جلسات. هذه الجلسات تتناول عده محاور، من ابرزها تطور العلاقه بين الاسلام والغرب والتوتر بين المسلمين وباقي الاوروبيين، موضوع المواطنه هي الحل، وأيضا القومية والشعبية ومكانة الدين، وأيضا الديمغرافيا والأيديولوجية، وأيضا الهجرة والمستقبل. هذه الندوات تناقش التعايش وتناقش التجارب الناجحة مثل مبادرة بيت العائلة المصرية والتجربة السويسرية. لمزيد من التفاصيل حول هذه الندوة التي افتتحها اليوم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، معي الآن الدكتورة إلهام محمد شاهين عضو مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، وأيضا أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر. تحياتي حضرتك يا فندم، كل عام وانت بخير. ندوة نشعر جميعا بأهميتها، ونتمنى أن تخرج بتوصيات وتخرج بنتائج تؤثر بالفعل في العلاقات بين المسلمين وبين الأوروبيين بشكل عام. دعيني أبدأ مع حضرتك، هل هناك توتر في العلاقات بالفعل فيما بيننا كمسلمين أو بين الدول الإسلامية أو الشرق بشكل عام وبين الأوروبيين، وخاصة مع ظهور ظاهرة الإرهاب وللأسف ما يعني يجعل في جانب المسلمين من هذه الظاهرة ويتهمون بهذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الندوة اليوم هي لمعالجة ما صدر سابقا من توترات وما نعانيه حاليا وما قد يصدر في المستقبل من توترات نتيجة وجود هذه الجماعات الإرهابية والمسلحة في الغرب وفي كثير من البلدان. خليني أقول لك أنه بشكل خاص كمان أنه في المسلمين انتشروا في الغرب بصورة كبيرة جدا، ويمكن الدين الإسلامي أصبح الديانة الثانية في الغرب كله، فبالتالي أخذ حيز كبير جدا من اهتمام العالم الغربي من أوروبا كلها، ومن اهتمام المسلمين أيضا لأنه إخوانهم المسلمين في هذه البلاد، فأصبح الأمر يعني لا يجب السكوت عليه أبدا حتى لا يحدث صراع كبير وحتى لا تحدث فتنة، يعني يعلم الله وحده إيه العواقب اللي ممكن تكون لهذه الفتنة. وبالتالي الأزهر الشريف دائما يأتي في الوقت المناسب ليحاول أن يعالج الأمور بطرق علمية ومنهجية وعلى أسس سليمة وصحيحة. هل لديكم في مركز حوار الأديان خطة للعمل على هذه النقطة تحديدا والتعامل مع غير المسلمين في الدول الأوروبية وغيرها لتوصيل المنهج الصحيح والفكر الصحيح للدين الإسلامي؟ نعم، لدينا خطة كبيرة جدا لهذا. بدأنا بالفعل في تحضير جلسات لعقد مؤتمر دولي لحوار الأديان، وإن شاء الله سيعقد وسيعلن عنه بكل تفاصيله في الوقت القريب يعني. تمام، هل هناك تاريخ؟ يعني احنا لو تحدثنا عن التاريخ الحادث فيما بين المسلمين وغير المسلمين من الدول الأوروبية، هل هناك تاريخ يعني نستطيع نقول عنه ان تاريخ ليس بالجيد، هو تاريخ سيء بالنسبة للطرفين بشكل او باخر، نستطيع ان نتدارك هذا الامر ونعدل مثل هذه الامور بيننا وبين الأوروبيين؟
يعني لن نقول تاريخ سيء، ولكن هو في بعض المراحل اللي بتصدر فيها تصرفات غير مسؤولة من بعض الجهات الغير مسؤولة أيضا، هذه بتؤدي إلى نوع من إظهار المسلمين مع الغرب في شكل صراع. لكن الحقيقة أنه المفترض يعني علميا وعالميا وحضاريا أن يكون في تكامل نتيجة تنوع الثقافات، نتيجة تنوع الأفكار، نتيجة تنوع الخدمات التي بتقدم من كل طرف للآخر، فيكون نتيجة هذا التنوع تكامل بيننا وبين بعض. لكن أحيانا تصدر تصرفات غير مسؤولة، أحيانا يكون هناك على السلطات في الدول الأوروبية من يشعرون بالعظمة ومن يشعرون بالهيمنة ومن يشعرون بالسيطرة وبالقوة، فيحاول فرض هذه الأفكار أو هذه الحضارة على الآخرين بالقوة. يعني من الممكن أن تدعو إلى حضارتك، وهذا أمر مباح جدا لكل الحضارات أن تدعو لنفسها وأن تحاول أن تستقطب أتباع لها وأن تحاول أن تنشر فكرها وثقافتها على كل الشعوب والأمم الأخرى، لكن ليس بفرض القوة، ليس بقوة السلاح. هذا هو الغير مقبول لدينا، وبالتالي هذا هو ما تحدث عنه الإمام الأكبر، أنه أحيانا الشعور بالقوة وبالسيطرة وبالهيمنة يجعل الآخر يفرض قوته وسيطرته على الأضعف، الطرف الأضعف، بقوة السلاح وبالحروب وبالدمار لهذه البلاد. هذا هو ما لا نريده أبدا. نحن نريد أن يدعو كل منا إلى حضارته، يدعو كل منا إلى ثقافته، يدعو كل منا الآخر إلى مائدة نجلس جميعا عليها ونحاول أن نتحاور فيما بيننا ونتكامل ونتعاون نحن في على أرض واحدة. إذن يعني كما تقولين الحوار ثم الحوار ثم الحوار. وكما ذكر أيضا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتحدث أن هناك تجربة كانت موجودة في الأندلس عندما كانت في أوروبا، وكان هناك تلاقي للحضارات في ذلك الوقت وتعامل فيما بين المسلمين وما بين باقي سكان أوروبا، وكانت يعني مثال جيد لهذا التعاون وهذا التحاور. شكرا جزيلا لك الدكتورة إلهام محمد شاهين، عضو مركز حوار الأديان وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن ريهام، يعني كانت هذه بعض تفصيلات خاصة بذلك المنتدى وهذه الندوة الخاصة بالأزهر الشريف والتي ينظمها الأزهر مع مجلس حكماء المسلمين. شكرا جزيلا لك، وعودة عليك مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا أحمد، وشكرا لضيفتك الكريمة على هذا الحوار. إذن أحمد رجب كان معنا لنقل فعاليات الندوة العالمية الإسلام والغرب تنوع وتكامل التي انطلقت بمركز الأزهر، وهذه الندوة يتم تنظيمها من قبل الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بمشاركة عدد من المفكرين ومن الشخصيات العامة من أوروبا وآسيا ونخبة من القيادات الدينية والسياسية والفكرية ورؤساء الجمهوريات والحكومات السابقين. افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل أعمال اجتماعات الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري صباح اليوم، وبدء أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب. للمزيد ينضم إلينا الآن الزميل علاء محمد مراسل إكسترا نيوز. علاء، ماذا لديك عن فعاليات اجتماعات الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب؟ نعم ريهام، ابتدت اليوم فعاليات الدورة 31 لاجتماعات وزراء النقل العرب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. للمزيد من التفاصيل حول هذه الدورة من الاجتماعات ولمزيد من التفاصيل حول أهم الملفات التي سيلقى عليها الضوء خلال يومي الاجتماعات، معي الآن الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية. برحب بك دكتور. أهلا بيك ومشرفنا دايما، وبرحب بيك في الأسكندرية في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف مزيد من التفاصيل عن هذه الدورة من اجتماعات وزراء النقل العرب. طبعا هي الدورة دي احنا سنويا الحمد لله بنستضيف اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب وبيسبقها اجتماعات المكتب التنفيذي. فاليوم انعقد المكتب التنفيذي وباكر ان شاء الله ينعقد المجلس الوزاري. زي ما احنا ملاحظين يعني الوجود العربي مكثف واصحاب المعالي الوزراء العرب موجودين الحمد لله، لان كلنا عارفين اهمية النقل واهمية ملفات النقل.
الجدول الاعمال بيناقش موضوعات غايه في الاهميه. احنا طبعا كلنا عارفين ان احنا مطلوب مننا النهارده تحقيق التنميه المستدامه، فده احد الموضوعات المهمه المطروحه على جدول الاعمال. وطبعا التنميه المستدامه بتشمل طبعا في الاساس اللي بتبص على المواطن وبص على رفاهيه المواطن وحياه المواطن والاقتصاد، فبيجي النقل كحجر زاوية في كل هذه الأمور. طبعا إنشاء مركز عربي برضو للنقل، والتوصية إن احنا نبدأ بكل دولة يكون فيها مركز إقليمي أو وطني للنقل المستدام وللتكامل وسائل النقل وأنماط النقل، وده طبعا شايفينه مهم جدا. وأنا سعيد إن جمهورية مصر العربية بتكون سباقة في تولي هذا الأمر، وبينعقد اجتماعات دورية دلوقتي في المحافظات تحت إشراف وزارة النقل والمحافظات والتنمية المحلية ووزارة الدفاع لتحقيق التكامل في أنماط ووسائل النقل داخل كل محافظة وبالتالي على مستوى مصر. برضو في موضوع تاني برضو اللي هو موضوع الربط البحري وإنشاء شركات نقل بحري وشركات خدمات لوجستيات بحيث تضمن استمرارية النقل البضائع بانتظام، بما يعني يجعل سعر النقل أبسط وأقل، فده ينعكس على أسعار السلع وكذلك اللوجستيات حتى نقلل الفاقد ونقلل الزمن في تداول البضائع. فدول من الموضوعات المهمة. فضل. أيضا من الموضوعات الهامة زي ما حضرتك ذكرت إنشاء تكتل بحري عربي، وأيضا يعني وضع آلية للتحقيق في الحوادث البحرية بين الدول العربية. بالتأكيد فعلا التجمع البحري، احنا خلينا الاسم تجمع عشان خاطر برضو كلمة تكتل ليها قد يكون لها بعض التحفظات في القوانين الدولية، فاحنا خليناها تجمع بحري عربي، ده مهم جدا. وهنبدأ برضو تمت فعلا الموافقة على تأسيس مقر لهذا التجمع في رحاب الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحري، وهنبتدي فعلا نخاطب كل الدول العربية. بدأت بعض الدول العربية يبقى فيها تجمعات بحرية وطنية، لازم يكون في تجمع بحري على مستوى مصر بيربط خطوط الملاحة مع الشحن مع التفريغ مع النقل بأنواعه مع البنية التشريعية مع القطاع النقل البحري نفسه، فكل ده يعني بنحاول طبعا مع التدريب، لأن طبعا مش أي حاجة بدون عنصر بشري فينا عندنا مشكلة. فالتجمع البحري الحمد لله خدنا القرار خلاص هينشأ التجمع البحري المصري، التجمع البحري التونسي، الليبي، المغربي، الإماراتي، ومن ثم يبتدي نحصل ربط الكتروني بين هذه التجمعات، وفي الاخر نحقق التجمع البحري المتكامل. برضو الملف الثاني بتاع المركز الاستشاري للتحقيق في الحوادث البحريه، تحقيق في الحوادث البحريه دايما شيء بيخص سياده الدوله، لكن فعلا بنلاقي عندنا عجز شديد جدا في الكوادر البشريه اللي ممكن تدي استشاره في هذا الامر، فكان اتفاق الاكاديميه مع منظمه بحريه دوليه ان احنا نبتدي ننشئ في الاكاديميه مركز خبرة في كل العناصر والخبرات المحلية المصرية والعربية والدولية والدعم الفني من المنظمة البحرية الدولية لبناء الكوادر والاستعانة بها حالة الاحتياج. فده هيخلي في مركز قوي للاستشاري بحيث أي دولة لا قدر الله حال حدوث أي حادث بسلطتها الوطنية بتحقق، لكن إذا احتاجت بدل ما تلجأ لمراكز تحقيقات في بعض الدول وتكون نتائج تحقيقات بتنحاز بشكل أو بآخر، فبيكون مركز الاستشاري تحقيقات حادث بحرية في الأكاديمية. أخيرا دكتور إسماعيل، بنبارك لحضرتك تجديد الثقة لعامين آخرين في تولي رئاسة الأكاديمية العربية. عايزين نعرف من حضرتك يعني الرؤى المستقبلية للأكاديمية خلال الفترة القادمة. أنا الحمد لله رب العالمين، أنا طبعا الحمد لله أنا يعني بشكر بلدي جمهورية مصر العربية طبعا في الأول إنها بتديني الثقة ورشحتني في الأساس لهذا المكان، والحمد لله على مدار السنوات الماضية حاولنا مع أصحاب المعالي وزراءنا العرب اللي بيشكلوا الجمعية العامة ومجلسنا التنفيذي ان احنا نضع رؤية وخطة استراتيجية ومشينا عليها، وشفنا الحمد لله بتثمر عن كثير من الانجازات. شفنا التطور النوعي في العملية التعليمية جوه الاكاديمية، تطور في البنية التحتية، انشاء الافرع الجديدة في اسوان وفي القرية الذكية، وان شاء الله يعني ثقة القيادة السياسية في الاكاديمية وتكون هي الجامعة اللي هتبقى موجودة في العالمين الجديدة
ان شاء الله ده فخر كبير لينا. فالفرع العالمي ان شاء الله احنا شغالين فيه على قدم وساق بالتعاون مع وزاره الاسكان والمتابعه العمرانيه الجديده، وان شاء الله تفتتح منه المرحله الاولى ويقبل الدارسين في سبتمبر 2019. وهو زي ما سياده الرئيس تفضل وقال، لابد ان يكون هناك تعليم دولي متميز مع افضل جامعات وافضل 50 جامعه، دبل 50 جامعه في العالم. فده النهج بتاعنا وده شغالين عليه. فاحنا شغالين دلوقتي على قدم وساق في فرع العالمين على مساحه 62 فدان، فرع عملاق، فرع ذكي باذن الله تعالى. فاحنا شغالين فيه ان شاء الله، وده هيكون احد المشروعات الجديده. وطبعا في فرع في الشارقه حاليا برضو بيشيد، وسمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقه اوفد الاستشاري عشان يطمئن المجلس التنفيذي والجمعيه العامه للاكاديميه. الجمعيه العامه على مستوى الخبراء والمجلس التنفيذي بيرتقوا ان احنا عشان الاستقرار، ان قد يكون هناك يعني توجه بان انا استمر لفتره اخرى. انما ان شاء الله الامر ده يعني بيطرح باكر ان شاء الله في الجمعيه العامه الاكاديميه على المستوى الوزاري. وطبعا انا دايما تحت امر بلدي في اي تكليف بتكلفني بيه، ده شرف كبير ليا وثقه بعتز بيها. وان شاء الله يكون هناك العديد من الشراكات الدوليه والجامعات الدوليه. والنهارده بهني اسس الاكاديميه على اعتماد هيئه الاعتماد الامريكيه ايبت، باعتماد كليه الحاسبات، اول كليه حاسبات في مصر تعتمد كعلوم حاسب ونظم معلومات. فده شيء كبير برضو بيؤكد ان احنا ماشيين في التطور النوعي والتطور العمق الرأسي في جودة التعليم في الأكاديمية العربية. جزيل الشكر لحضرتك دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. الشكر جزيل الشكر لحضرتك فندم. شكرا جزيلا فندم. يعني هذا كان كل ما لدينا حول اجتماعات وزراء النقل العرب المنعقده في دورتها 31 في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. شكرا لحسن المتابعه، وانقل الكلمه الان الى الاستوديو. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك على محمد مراسل اكسترا نيوز على هذا الحوار وعلى هذه المتابعة لاجتماعات الدورة 31 لمجلس وزراء النقل العرب.